كلمة يلقيها الدكتور أحمد بشير حسيني عضو الجمعية التاريخية السعودية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أيها الحفل الكريم، أيها الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا المساء المبارك في طيبة الطيبة بجوار الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، أتقدم بجزيل الشكر والامتنان لمؤسسي منتدى اكتفاء أثر سعادة الأستاذ المؤرخ عبد السلام بن راضي الرحيلي على جهوده العلمية والمبذولة في جمع كوكبة علمية من كافة التخصصات لدراسة المواقع والأماكن التاريخية التي ورد ذكرها في كتب السيرة النبوية وكتب التاريخ، فربط تلك المواقع بأسمائها المشهورة وتم تحقيقها باستخدام أيضا التقنية الحديثة والدراسات البحثية العلمية الدقيقة. ونسأل الله عز وجل أن يفيد بهذا الملتقى منتدى اكتفاء أثر الجميع، ونكرر الشكر والتقدير لمضيفنا هذه الليلة سعادة الشيخ عبد الله باعبيد على الضيافة وحسن الاستقبال والكرم، ونسأل الله عز وجل أن يديم علينا الأمن والأمان في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان حفظه الله. أكرر الشكر والتقدير للجميع، حفظكم الله ورعاكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.